الخير والهنا والسعاده والبهجه والرزق على كل المواطنين المصريين في كل حته فيك يا مصر النهارده وامبارح وبكره ايام غير عاديه ايام حقيقي مهمه هو الاستحقاق الدستوري الاهم في مصر ليه هو الاهم لإنه أكيد إن هو بيرسم خريطة الطريق، خريطة المستقبل، بيكمل اللي بدأناه، إحنا النهارده واقفين في نص الطريق، حققنا كتير وأنجزنا كتير على كل المسارات بالتوازي وليس بالتوالي، النهارده إحنا بنتكلم على مسار الديمقراطية في مصر، كلنا شركاء على أرض هذا الوطن، كلنا إيد واحدة، كلنا كتلة واحدة، كلنا بنقول كلمتنا، كلنا إيجابيين، حضرتك وحضرتك نموذج وقدوة للأطفال وللشباب وللأجيال اللي جاية لازم نعلمهم يبقوا إيجابيين وأن صوتهم مهم ومعنى أن صوتهم مهم ومشاركتهم مهمة إذا هم مهمين على أرض الوطن هم ليهم جذور في الوطن ده زي الشجره كده ليها جذور، حتى المصريين المغتربين في الخارج واللي قادلوا باصواتهم في مشهد كرنفالي عظيم، الحقيقه ادوا رساله مهمه جدا للمصريين في الداخل ان احنا صحيح بره بس قلبنا في مصر وحبنا في مصر ومصر جوه القلب وجوه نني العين وعلى الراس دايما وطول الوقت، كمان المصريين جوه مهم ان احنا نقول لاولادنا النهارده انت اذا ما شاركتش بكره مش من حقك تنتقد ومش من حقك تتكلم لأن أنت ما عملتش الواجب اللي عليك وبالتالي ليك حقوق وكل الحقوق على مصر أكيد وهتفضل ولكن آه كلمتك هتفرق محدش ينفع يقول هي جت عليا أه جت عليك وعلى غيرك أه مهمة أنها تيجي على كل واحد على أرض مصر لأنه زي ما هو التزام عليك هو حق ليك النهارده احنا لما نتكلم عن استحقاق دستوري وعن انتخابات يا جماعه مش كل دوله في العالم عندها رفاهيه انها تجري انتخابات رئاسيه في ميعادها في معادها دي عايز احط تحتها كذا خط لان في ناس كتير رهنت على ان احنا لن نستطيع ان نعمل ده في معاده نتيجه الاخطار والازمات في العالم بشكل عام وعلى الحدود المصريه بشكل خاص اللي تعمد اهل الشر ان هم يعلوا من وتيرتها علشان ما نوصلش للحظه اللي احنا فيها معنى ان احنا وصلنا لها ده انتصار جديد لمصر وكل يوم مصر بتحقق انتصار على كل المستويات على المستويات السياسيه على المستويات الاجتماعيه على المستويات الاقتصاديه على المستويات الشعبية بنقول ان الشعب المصري كل كتلة واحدة نسيج واحد مترابط مش مترهل وما فيهوش ثغرات ولا ممكن ولا ينفع ولا يكون ابدا ان حد يعرف ينفذ الى داخل النسيج المصري عشان يبتدي يؤثر عليه بأي شكل كان في محاولات تأثير على الشباب محاولات بائسة يائسة ليس لها اي محل من الاعراب شبابنا النهاردة الحقيقه ضربوا أروع مثال على كل المستويات للعالم كله، بيقولوا مصر بخير، مصر عافيه، مصر أبيه، مصر كتله واحده، إيد واحده، كلنا عندنا رغبه وقدره حقيقيه في إن احنا نفضل محافظين على بلدنا، النهارده الإنتخابات مش مجرد استحقاق دستوري، لأ هي ركيزه أساسيه في الحفاظ على الأمن القومي المصري. حقيقي، مصر مش أي دوله. مصر مركز تقل على الخريطة الجيوسياسية مركز تقل في الإقليم كله مصر مؤثرة في المعادلة السياسية في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص عشان كده قائد جمهورية مصر العربية المنتظر مش بس بيقود الدولة المصرية من خلال مؤسسات الدولة لا هو ليه تأثير مباشر على المنطقة كلها مصر رمانه ميزان ومركز ثقل سياسي واقليمي مهم خلونا نبدا مع حضراتكم في هذه الفتره من تغطيتنا علي شاشه سي بي سي بالعناوين وحمله المرشح سيد عبد الفتاح السيسي تؤكد عدم رصد اي تجاوزات او مخالفات وحمله المرشح عبد السند يمامه تبرز مشاركه الشباب بقوه حمله المرشح فريد زهران تعلن عدم رصد مخالفات تطعن في نزاهه العمليه الانتخابيه وحملة المرشح حازم عمر تؤكد أن انتخابات الرئاسة 2024 أول انتخابات مصرية لم تشهد مشاحنات. الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن هناك إقبال كبير من جموع الناخبين على لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر في اليوم الثاني. طوابير الناخبين بالمحافظات الحدوديه تتصدر اهتمامات وسائل الاعلام الاقليميه والعالميه. مفيش في الدنيا اغلى من وطن ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي إيه نفسي أبكي لوحدي أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده ما مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي إيه نفسي أبكي لوحدي اتحدى اي حد يحبنا في الكون ده معنا على الهاتف الاستاذ ايمن عقيل رئيس مؤسسه ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهه مساء الخير يا استاذ ايمن. مساء النور يا فندم. اهلا بيك من خلال مشاهداتك ومن خلال ما تناولناه في اهم العناوين منذ لحظات قليله انه يعني في شبه اجماع على نزاهه وشفافيه العمليه الانتخابيه الى هذه اللحظه مع عدم وجود اي مشاحنات من اي نوع. فبرضه نظرتك ممكن تكون عندك بعض التفاصيل في ارجاء المشهد. آه يعني يعني الحمد لله اكيد احنا ما شفناش اكثر من اللي حضراتكم والاعلام خطاه بالصوت والصوره آه على مستوى الجمهوريه، يمكن احنا بنتابع في عشر محافظات فقط، لكن كمان احنا من خلال وسائل الاعلام والسوشيال ميديا متابعين باقي المحافظات. خلينا نتكلم اكثر تفصيلا عن المحافظات اللي احنا موجودين فيها بمتابعينا ومنسقينا ومترجمينا من خلال اللجان اللي احنا آه دخلناها واللي المتابعين ارسلوا الينا افاداتهم واللي احنا متابعينهم لحظه بلحظه م. اللي عايز اقول لحضرتك ان تقريبا كل خمس دقائق بيزيد عدد اللجان اللي تم الدخول ليها واللي تم رصد مجريات العمليه الانتخابيه فيها يعني يمكن وانا بكلم حضرتك دلوقتي قدامي على الشاشه ان احنا وصلنا لعدد اللجان من امبارح الساعه 9 الصبح وحتى الان اللي تم زيارتها 1403 لجنه انتخابيه فرعيه من خلال اللجان دي عندنا احصائيات بتظهر قدامنا عن مدى حريه ونزاهه العملية الانتخابيه اللي عايز اقول لحضرتك ان يكاد يكون ان ما عندناش ملاحظات او خروقات او انتهاكات تم رصدها من خلال متابعينا بل بالعكس المظهر الايجابي لنسب المشاركه السياسيه الزياده والعاليه الكثافه العدديه لاعداد الناخبين امام مقر الاقتراع اللي احنا بالامس طالبنا نضع في الاعتبار زياده عدد اللجان الانتخابيه حتى تتناسب مع اعداد الناخبين واللي طبعا تفضلت الهيئه الوطنيه للانتخابات وضخت كمان عدد من القضاه الاحتياطيين ليزيد عدد القضاه داخل اللجان الانتخابيه هذه أيوة. كانت ملاحظة وظاهرة تم رصدها سواء من المتابعين المحليين او الدوليين او وسائل الاعلام او حتى المراسلين الدوليين زي ما شاهدنا طبعا ويمكن زي ما تابعنا مع حضرتك امبارح بعض الارقام خلينا لانه الارقام لغه دقيقه جدا امبارح قلنا انه في اكثر من 5 مليون مواطن مصري دخلوا يستعلموا فقط عن اللجان الانتخابيه بتاعتهم ده غير اللي شاركوا طبعا وبالتالي ده رقم كبير جدا اعلى من سقف توقعاتنا حتى الحاجه الثانيه فكره وجود قاضي على كل صندوق ودي طبعا نظرا للاقبال الكبير والكثيف على اللجان الانتخابيه بالاضافه طبعا لساعه الراحه للسادة القضاء بالأمس آه طبعا نتيجة العمل طول النهار من 9 ل 9 آه عايزة أعرف من حضرتك في عملية الرصد إيه هي الآليات والمعايير اللي بتقيسوا من خلالها إحنا من خلال الرصد بنقيس طبقا للمعايير الدولية للحرية والنزاهة أيوة. ترجمناها لمجموعة من الأسئلة داخل الاستمارة الاستمارة أونلاين يعني المتابع بيتابع وبيجاوب على الاستمارات لحظة بلحظة توصل لنا بغرفه العمليات زي ما احنا قاعدين، يعني أيوه. دلوقتي وانا بكلم حضرتك من في الخمس دقائق كانوا 1403 أيوه. دلوقتي 1407 لجنه انتخابيه تم زيارتها، حتى أوه. في دقائق العدد بيزيد. تمام آه الاسئله هل كان الصندوق شفاف؟ هل كان هناك القاضي؟ آه هل السكرتاريه موجوده؟ هل في دعايه انتخابيه داخل اللجان؟ مم. هل في توجيه للناخبين؟ آه هل في تامين للجان الانتخابيه؟ هل مم. يوجد سريه آه للتصويت؟ هل شاهدت مظاهرات او تظاهرات تحد او تمنع الناخبين ان هم يدخلوا يدلوا بصوتهم في الانتخابات، دي الاسئله اللي موجوده في الاستماره واللي المتابع بتاعنا بيجاوب بنعم او بلا وفي خانه موجوده للملاحظات علشان يدلي بملاحظات. طب المتابعين المتابعين الميدانيين اللي هم موجودين في كل مكان، هل تم مراعاة البعد اللوجستي لتوزيعهم؟ يعني هل هم واصلين إلى أبعد نقطة أو إلى أبعد حدود؟ فبالتالي الإفادة بتكون زي بالظبط النقاط اللي هي القريبة مننا علشان يكون في تكافؤ؟ إحنا بنتابع في عشر محافظات زي ما تفضلت وقلت لحضرتك م. في المحافظات حتى محافظة القاهرة موزعين لو كنت باخد مناطق مثلا مطرية ومدينة نصر أيوة. أول وتاني في فريق ثاني موجود في التجمع والرحاب وكذا في م. فريق ثالث موجود في الخليفة وباب الشعرية ومصر القديمه وهكذا م. إحنا بنعمل توزيع جغرافي لكن بناخد عينات كنا بنستهدف خطتنا من قبل ما نبدأ عملية المتابعة الميدانية 2400 لجنة انتخابية تصوري ان احنا كمان هنزيد عن هذا العدد مم. لان دلوقتي واحنا بنقارب من ال 1450 لجنه في خلال يوم ونص يعني أي. اعتقد ممكن نتجاوز ال 3000 لجنه انتخابيه اللي هيتم زيارتهم آه من المتابعين بتوعنا طيب وده رقم عظيم آه. بنراعي هذا البعد أي. وبنراعي كمان حتى في محافظاتنا احنا واخدين القاهره الجيزه الايوبيه ايوه واخدين الشرقيه والغربيه وجه بحري مم. واخدين المنيا وبني الفيوم والفيوم وجه ابلي وهدين اسكندريه وبورسعيد فواخدين تنوع لمحافظات معبرة م. لمناطق تعبر سواء كانت مناطق راقية مناطق شعبية قرى يعني مراعاة كل الفئات الاجتماعية بكل المستويات والفئات العمرية كمان خلينا نقول طيب أنا عايزة أسأل حضرتك باعتبارك متابع يعني منذ أزمنة مضت للعملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية في أزمنة أخرى والنهاردة لما نيجي نقارن ما بين المشهدين إيه الجديد إيه اللي اختلف اللي اختلف نسبه المشاركه السياسيه اللي كانت غير متوقعه للجميع ده نمره واحد. نمره اثنين ان هذه الانتخابات تاتي في وقت المنطقه كلها المحيطه بجمهوريه مصر العربيه ملتهبه. صحيح. عندنا ازمات موجوده عندنا كورونا كانت مرت بينا عندنا حرب اوكرانيا وروسيا وتاثيرها على الوضع العالمي مم. عندنا الحرب من سلطه الاحتلال الاسرائيلي على اشقائنا في غزه وتاثيرها ومن هنا ارجع ثاني زي ما قلت امبارح واشيد بمواقف القبائل في سينا واخواتنا في سينا واهالينا في سينا اللي بتبعد عنهم كيلو مترات من ضرب موجود في غزه ومع ذلك قدموا نموذج للمشاركه السياسيه والعدديه وكثافه امام اللجان يثبت بكل المقاييس انهم مواطنون مصريين حريصين على المشاركه وعلى الايجابيه وان يشاركوا في اختيار رئيسهم فهنا ده الاختلاف الحقيقي ازاي انت قادر تعمل ده قلت في أكثر من مكان المتابعين الدوليين بتوعنا وهم في الشوارع بيشوفوا شعب بيشوفوا مواطنين بيشوفوا اصلاحات بيشوفوا طرق وكباري مم. بيشوفوا القطار الكهربائي فبيقولوا لنا حتى كمان انتوا ازاي بنسمع في الاعلام الغربي كلام غير اللي احنا شفناه وبنسمع ان في ازمات وان في مشاكل موجوده في مصر انتوا ازاي قادرين تعملوا ده ما احنا وهم... ردينا عليهم يا فندم ان هم يقولوا واحنا نعمل هم يتكلموا واحنا نفعل احنا رجال افعال لا اقوال وبعدين عايزة اسال حضرتك كمان على اداء مؤسسات الدوله المصريه اداء عالي جدا مشرف جدا وعلى الحياد من الجميع فالحقيقه يعني يعني لازم نحن نرفع القبعه وننحني احتراما للمؤسسات المصريه في اي مكان مجالها وأيا اي مكان مكانها الحقيقه عملت دور كبير ومهم طبعا وده احنا ناقشناه مع اعضاء البعثه واذا كان زي ما حضرتك قلتي في اقوال وفي افعال احنا ترجمنا بشكل مختلف وهي المشاهده انت م. بتسمع لكن تعالى شوف بعينيك الواقع ايه صحيح. عندنا احد المتابعين لما كان بيتكلم معانا وكان بيقول الافاده بتاعته كان بيقول ان انا كنت اتخيل ان العمليه بتاعت التصويت تاخد وقت طويل مم. ان في ثلاثه في التصويت يعني الشخص بيتم الادلاء بصوته يكاد يكون ما بين دقيقه لدقيقه ونص في عمليه سهله بيقول في, بل... في بلدي انا كان الامر ممكن ياخد حوالي نص ساعه مم. في ناس بتقول ان ما زال لسه عندهم في بلدانهم القيد في الانتخابات في الجدول الانتخابي ما هوش قيد تلقائي زي مصر انت بتروح تقدم وتاخد بطاقه انتخابيه صحيح. وبالتالي انت بتاخد وقت اطول في الادلاء بالصوت الكثافه الخاصه بمشاركه المراه واللي شاهدناه كمان الأسرة يعني في أطفال موجودين أمام اللجان الانتخابية ومع زويهم وده تدريب على المواطنة وتدريب على المشاركة السياسية سينتج أثره بعد كده في المستقبل إن شاء الله في مصر اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة وبينضم لينا ايضا على الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه اهلا وسهلا يا فندم مساء الخير اهلا وسهلا دكتور طلعت مشاهدات حضرتك ايه للعمليه الانتخابيه واحنا نعتبر يعني في منتصف اليوم النهارده اليوم الثاني ولسه فاضل عندنا بكره ملاحظات حضرتك يعني مشاهدات انا متابع الجمهوريه كلها من العمليات الاتحاد العام اللي عندنا 27 غرفه سواء اتحاد الاقليميه او اتحاد الوطن على مستوى الجمهوريه يعني متابع عن وانا موجود في المحافظه العربيه دلوقتي الحمد لله عرسي ديمقراطي بمعنى الكلمه يعني مسيرات حاشده توافد على اللجان كايد جدا جدا يعني حاجه فعلا رساله للعالم كله ان فعلا ده يعني دي ديمقراطية ودي مصر ودي الحريه وديت الـ يعني الـ الـ الناس كلها خرجت عن تفكر ابيها فعلا وكل الاعمار انا بسعد كل السعاده لما كبار السن موجودين بسعد لما الاقي الاعاقه اللي جايين يدوا صوتهم حقهم الدستوري لا الحمد لله فعلا فعلا الكلمه هي رساله لابد احنا لأ نوجهها لكل من يحاول التشكيك في يعني في العمليه الانتخابيه او في الامن والامان لا الناس كلها بتقول نعم للامن نعم للاستقرار ونعم للتنميه ونعم للاجازات يعني انا النهارده والله في منتهى السعاده انا بجوب الجمهوريه كلها وانا يمكن من الوقت كان عايز مسيرات رجال الدين الاسلامي والمسيحي مم. المدارس الشباب الشركات العمال لا حاجه مفخرة انا بالذات انا بجد فخر ان انا مصري والله النهارده كل الفخر ان انا يعتز ان انا مصري فعلا لا هي دي مصر دي مصر اللي احنا بنحبها مصر اللي احنا يعني فعلا ما فيها وان شاء الله يعني نسعى فيها وطبعا كلنا يعني بنقول تحيا مصر فعلا تحيا مصر وقلوب طبعاً. طبعا تحيا طبعاً. مصر الف مره تحيا بينا ولينا اكيد انه في بعض الملامح في المشهد لفتت انتباه حضرتك او ممكن تكون جديده شويه علينا عن ازمنه مضت والله آه. لا. الملامح النهارده اللي انا شايفها الشباب بدا يتواصل بشكل كويس جدا بلاقي النهارده الطلاب حتى الجامعات والمدارس في اسيوط وحب للبلد ويعني ايه ده جمال ده انتماء ده قيمه كبيره لما يجاو العاقة جايين وبقوه وبحرص شديد دي برضو علامه جيده جدا جدا يعني دي كلها يعني علامات ان النهارده اما لا انتخابات بتتم بطريقه ماديه كامله تحت اشراف قضائي كل لجنه عليها صندوق عليه قاضي هذه دي كل دي حاجات يعني لا تدخل لاحد ما حدش بيقول لحد انتخب مين ايضا النهارده في تنافسيه حزبيه إيه تلات رؤساء احزاب متنازلين مرشح مستقل يعني اربعه مرشحين وياخذوا كل المساحه في صمت انتخابي بالنسبه للدعايه إيه ايضا في التزام بدعوه انا احنا عملنا مبادره عم انزل شارك مصر يا انزل شارك صوتك مهم ده مبادره نازله على مستوى الدوله بحالها وبنشتغل مع الناس كلها وان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني يعني تنتهي العمليه فيها غدا يا وانا بتصور ان ساعة ساعة انا اتصور يعني ان الانتخابات هتستمر بعد الساعة تسعه انا متاكد كمان يعني وان شاء الله ربنا هيوفق مصر وان شاء الله العرش الديمقراطي الجميل وهنجتمع طبعا المسيرات اللي شغاله دلوقتي قدام قدام حاجه جميلة جدا وحاجه حتسترها فيها شيء مشرف حقيقي الله اشكرك شكرا جزيلا دكتور دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه الحقيقه انا كمواطن مصري لمحت بعض المشاهد الحقيقه يعني ما قدرتش امنع نفسي ان انا اسجلها عشان احتفل بيها مع حضراتكم اولا لاحظت انه كتير من المصريين بعد ما بيدلوا باصواتهم وبيشاركوا في الانتخابات وبيطلعوا يعملوا علامه النصر لقيت انه في حاله من الاتفاق العام الوعي الجمعي المصري، الموجه العامه في مصر بتقول ان احنا منتصرين. فكره وصلنا للمرحله دي بالطريقه دي وبالشكل الحضاري ده وبالنضج السياسي والوعي والادراك بطبيعه المرحله لازم ننتصر، لازم نفرح بنفسنا، لازم نحتفل، لازم نرفع علامه النصر كمصريين. اللي احنا عملناه فيه ناس كتير ما قدرتش توصل لربعه. فده مهم الحاجه التانيه اللي لاحظتها يمكن الست المصريه هي كائن كاريزماتيكي جدا كده هي شخصيه ليها كاريزما عن اي ست تانيه في العالم بمنتهى الانحياز للست المصريه وكنا بنشوف في اي استحقاق سياسي او دستوري قبل كده كانت الست بتنزل لان هي فاهمه ان ده جزء من الامن القومي المصري ده جزء من الحفاظ على استقرار وامان مصر وبالتالي مجتمعها وبالتالي اسرتها الصغيره والست هي بتحب تعشش كده على بيتها وولادها طول الوقت فعشان هي خايفه وعايزه تطمن على مستقبل ولادها كانت هي اول واحده بتنزل بتبادر وبتشارك قبل كده وهي الحقيقه ضربت نموذج ايجابي جدا فلقينا النهارده انه في توازن في المشهد بقى فيه ستات قد الرجاله ودي ظاهره ايجابيه اخرى الحاجه الثالثه انه الناس اللي هي ممكن تلاقي حجه ان هي ما تنزلش وساعتها ممكن يعني ما نتكلمش قوي كبار السن واللي عندهم ظروف صحيه صعبه وذوي الاحتياجات الخاصه والاطفال الصغيرين اللي هم نازلين بصحبه ذويهم واللي اصروا ينزلوا معاهم كل الناس دي بتقول احنا موجودين لانه احنا حصل لنا تمكين في السنوات اللي فاتت أخدنا كل حقوقنا وزيادة في السنوات اللي فاتت وعايزين نكمل اللي احنا بدأناه. وبالتالي عرس ديمقراطي عظيم، صورة مشرفة وحضارية قدام العالم كله. والحقيقة انعكاساتها واضحة في مراية الإعلام الدولي اللي شايف مصر وبيتابع مصر وهم الحقيقة متابعين مصر من زمان لأن مصر عليها العين من زمان. فإنعكاس ده في مرايه المجتمع الدولي بيضوي زي ما بيقولوا شيء مضيء جدا وشيء مشرف جدا جدا الحقيقه وبنشوف انه احترام العمليه الانتخابيه كمان ده حاصل ومتحقق زي ما شفنا وزي ما تابعنا وزي ما رصدنا من خلال غرف عمليات موجوده على مستوى الاحزاب، تنسيقيه شباب الاحزاب وغيرهم من المؤسسات اللي بتتابع انه ما فيش اي شكل ولا اي ملمح من ملامح، لا مشاحنات، لا اختراق للصمت الانتخابي، ولا اي محاولات سلبيه ايا ما كان شكلها ونوعها، فده معناه ان احنا مقررين كمصريين ان احنا نحترم اللحظه، ونحترم الظرف، وان احنا بنحترم البلد وبنحترم مستقبلنا ومستقبل ولادنا. معانا على التليفون ست النائب عاطف مغاوري عضو مجلس مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع مساء الخير يا فندم النور آه راي حضرتك ايه يا فندم في الاداء السياسي في الاداء الشعبي في الاداء الوطني اللي احنا بنشوفه النهارده يعني هو بالتاكيد احنا دلوقتي عدى بالثلاث ايام يوم ونص يعني اليوم بالكامل بالامس واحنا النهارده الوقت ده او على الساعه ثلاثة يعني اقتربنا منها. آه حقيقه الامر مشهد مشرف ويليق بشعب مصر آه الاستفاف الوطني والحرص على المشاركة بالأمس كان هناك التوافد على اللجان بشكل جماعي راقي جدا ودون أي احتكاك ودون أي معوقات وحقيقة الأمر بعد أن آل الأمر إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات وأصبحت هي قائمة على الأمر من الألف للياء كان فيه يسر وفي توافر الساده القضاء واللجان تفتح في مواعيدها وكل هذا الامر الذي نراه الان هو امر يعني يعني يجعلنا نعتز ودائما وشعب مصر عند اللحظه الهامه في تاريخ وطنه وعندما يستشعر ان هناك تحديات يكون على مستوى هذه التحديات ومستوى الحدث لذلك هو حريص وعلى ذلك انا بس يعني بنتهز الفرصه واكرر واوجه مزيد من النداء ان حماس وحب الناس للوطن ان نترجمه الى فعل وسلوك بان يكون هناك مزيد من التوافد الى اللجان كما نقول منذ الساعه الاولى في اليوم الاول حتى الساعه الاخيره في اليوم الاخير ان يكون مستوى الاداء متزايد متصاعد لا تقل وتيره ولا حماس الناس لان كل صوت وكل توافد ناخب الى لجان الانتخابات وابلغ رد على الذين يسعون لتشكيك في المرحله السياسيه وفي قدره مصر على مواجهه التحديات وزي ما اعتدنا حينما يستدعى الشعب المصري للتعبير عن قدرته على رفض اي في سياده وسياده الاراضي وسلامه الاراضي المصريه وايضا سياده واستقلال القرار المصري الشعب المصري ما بيتاخرش وده درس التاريخ المشاهد كل الناس بتساعد بعضها امام اللجان في حاله تكافل حاله تراحم حاله ود وود شديد جدا وزي ما تفضلت في قبل ان اشرف الحديث معك ان انت قلتي في نوع من انواع الالتزام واحترام اللحظه هذا ما عبر عنه ما فيش ما فيش حاجه اختراق صمت انتخابي ما فيش دعايات قدام اللجان، الناس كلها جايه عارفه رايحه فين وجايه منين وجايه ليه، هذا الامر يعني يسعدنا ويشرفنا ونتمنى ان شاء الله ان يكون بقيه اليوم النهارده وغدا الاداء يكون متصاعد وعلى نفس الحدث ونعطي رقم من المشاركه اولا وكل مواطن له حق الاختيار، المواطن المشاركه المشاركه لان ده ان شعب مصر لا يتخلى عن المشاركه السياسيه ولا يرضخ لاي دعايات مضاده ولا تؤثر فيه كل الاشاعات والاوراق الدعايه والمنصات الاعلاميه التي تستهدف حماس وقدره الانسان المصري على حب الوطن الذين يشككون في كل شيء في كل شيء ويستخدمون للاسف الشديد ممكن ان نكون لدينا قدر من المعاناه الاقتصاديه لكن الذين يستخدمونها يستخدمونها لتدمير الوطن والمساس بالوطن الوطن اما الشعب المصري عنده احساس عظيم جدا يعني يعلو فوق معاناته وفوق احساسه بالمعاناه ويعلي من المصلحه الوطنيه تحيه لشعب مصر الذي عودنا دائما على انه يعني يعني شعب اللحظه وشعب الموقف عبر التاريخ ويعني شكرا لكم اولا الاعلام المصري الذي وقنواته الذي منذ الساعات الاولى للتصويت من او حتى الان يغطي كافه تفاصيل وفعاليات العمليه الانتخابيه وهو ايضا يحقق العداله ما بين كافه المرشحين يعني يعني حتى في الاختيارات وهو يركز على انزل وشارك وهذه هي الرساله الكبرى التي نسعى اليها واحنا عندنا في حزب التجمع لدينا زي ما تفضلت في كافه الهيئات والأحداث لدينا غرفه عمليات على غرفه عمليات مركزيه تتبعها غرف عمليات في 27 محافظه وهي فروع الحزب في هذه الفروع تولينا بكافه التطورات ورتم الاحداث ومعدل المشاركه بالصوت والصوره بالمناسبه بالصوت والصوره م. يعني احنا عندنا يعني حتى في العريش وفي سيناء جنوبا وشمالا لدينا من يغطي هذا الحدث وبنتابع ولدينا ايضا عدد من شباب الحزب وكوادر الحزب منخرطه ولديها تصاريح في المرور على اللجان والمتابعه الاكتتابيه هذا امر نعتز به وان شاء الله ان شاء الله هيكون مع الساعات الختاميه غدا ان شاء الله وهو اخر يوم في الاقتراع والتصويت سيكون مهرجانا وعرسا وطنيا يعبر عن الشعب المصري شكرا لكم وشكرا لشعب مصر شعب اللحظة والموقف. شكرك شكرا جزيلا سيادة نائب دكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب ونائب حزب التجمع شكرا جزيلا لك وشكرا كمان مره واثنين وميه للشعب المصري القائد والمعلم اللي قد القول وقد الكلمه اللي نزل يشارك اللي نزل يختار اللي نزل يقرر مستقبله ومستقبل ولاده معانا على الهاتف الاستاذ دكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين مساء الخير يا دكتور مساء النور تحياتي لحضرتك اهلا بيك وتحياتي لحضرتك نقابه الزراعيين كان ليها مجهود الحقيقه برضو يعني يثمن ويقدر في سواء المتابعه او الحث على المشاركه وكان ليها طريقه خاصه جدا في توعيه الناس بضروره واهميه المشاركه عايزه اعرف الاليات دي تمت ازاي من خلال حضرتك خليني في البدايه ان انا اوجه تحيه للشعب مصر العظيم الشعب اللي عودنا دايما واقف خلف بلده، واقف خلف مؤسسات بلده في كل الظروف اللي بتواجه الدولة المصرية بنلاقي الشعب المصري دايما يسطر أفضل البطولات لصالح بلده ولصالح مؤسسات بلده ودفاعا عن بلده في كل التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية. إحنا كنقابة مهن زراعية جزء من المجتمع المصري، جزء من المجتمع المدني المصري الفترة الدعاية تقريبا نظمنا كل فعاليات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية أنا شخصيا تقريبا عملنا لقاءات في كل المحافظات كنت بحضرها أنا وزملائي في المحافظات كنا بنرصد من خلالها رد فعل أهالينا المواطنين وخصوصا الفئة المزارعين والفلاحين والمهندسين الزراعيين ودي فئة مهمة جدا طول عمرها فيها وطنية مخلصة محبة دايما لبلدها وبالتالي كنا بنسمع وجهة نظرهم وجهة نظرهم في كل ما تقدمه الدولة ووجهه نظرهم في جمهورية جديدة خصوصا في قطاع الزراعة والتنمية الزراعية ومسائل الأمن الغذائي وبالتالي كان عندهم دايما حب لبلدهم وحب للدفاع عن بلدهم دي انا بنقلها لحضرتك بمنتهى الامانه صحيح معروف عنهم ارتباطهم الشديد بالارض وخير الارض وخير البلد وعندهم قدر كبير من الفطنه والحكمه بالغريزه الفطره السليمه ودول فئه من المجتمع يمكن حتى من خلال التغطيه الاعلاميه بتاعتكم بتشوفوا اهالينا في المحافظات الريفيه في القرى في النجوع طالعين يدلوا باصواتهم ويشاركوا في العرس الديمقراطي بمنتهى البساطه اهالينا الطيبين دول اللي كل التقدير وكل الشكر وكل الاحترام ليهم احنا عندنا داخل نقابه المهن الزراعيه غرفه عمليات مركزيه في مقر النقابه العامه في القاهره عندنا آه 27 محافظه الحمد لله وكرم من ربنا ان احنا يمكن النقابه الوحيده في مصر اللي ليها 27 مقر في المحافظات عندنا مقرات داخل المراكز الاداريه يعني 222 مركز هم. اداري في مصر عندنا آه فيهم مقرات اداريه لصالح نقابه المهن الزراعيه على تواصل مستمر مع زميلنا المهندسين الزراعيين وتحكمت اعلامي المهندسين الزراعيين منتشرين في كل المحافظات وبالتالي عليهم دور مهم جدا في عمليات الحشد في عمليات خروج أهلنا الفلاحين والمزارعين للتوجه لصناديق الاقتراع لاذلاء باصواتهم والمشاركه. رصدنا خلال امبارح والنهارده والحشود اللي بتتم في الريف ونسبه المشاركه يمكن من رصدنا نسبة عالية جدا جدا مقارنة بالانتخابات اللي كانت في 2018 وحتى في 2014 وده م. من خلال اللجنة العليا للانتخابات هيتم اعلانه في حينه م. وبالتالي كل الشكر وكل التحية وكل التقدير لكل المواطنين المصريين وكل شعب مصر واخص منهم فئة المزارعين والفلاحين والمهندسين الزراعيين اهلينا الطيبين مش عايز انسى ان انا بصراحة كمواطن مصري ان انا اقدم الشكر للهيئه الوطنيه للانتخابات اللي يسرت كثير من الاجراءات والدعم اللوجستي اللي موجود داخل المقرات الانتخابيه ويسرت كثيرا على اهالينا المواطنين على مستوى الجمهوريه حتى يشاركوا ويكون في سهوله ويسر للوصول للمقرات الانتخابيه للذهاب باصواتهم والمشاركه واختيار رئيس مصر القادم باذن الله. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد خليفه نائب نقيب الزراعيين، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا التغطيه ما زالت مستمره مع حضراتكم على مدار الساعات القادمه حيث انتصف اليوم ونتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد لحظه بلحظه. لكل لكل ناس هتطايدين الفرحة حلوة يا أهل مصر كان نفسي نفرح من سنين فرحة بمصر وأهلها وفي كل ثانية بقول لها ووصف اليوم الثاني من الاستحمام الاستحقاق الدستوري الاهم الانتخابات الرئاسيه 2024 ما زلنا متابعين مع حضراتكم زخم المشهد الانتخابي في الاستحقاق الدستوري نسبه مشاركه مشرفه واقبال غير عادي على التصويت من المصريين في كل ارجاء جمهوريه مصر العربيه. الحكايه مش بس صوت بيتحط صوت الناخب لا مش مساله صندوق انتخابات لا الحكايه حكايه راي حكايه حق دستوري هو التزام وواجب وحق في نفس الوقت. مشاركه مع القياده السياسيه في كل اللي جاي اما الملاحظه المهمه في اليوم الثاني من الانتخابات كانت هو الاقبال غير المسبوق من الشباب اللي احنا دايما وطول الوقت وابدا مرهنين عليهم على كل المستويات ده يمكن له اسباب كتير وكمان ليه دلالات اكتر خلينا نتكلم في ده واكتر مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا ومنورنا في الاستوديو سياده النائب الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي ورئيس مجلس اداره جريده الوطن ورئيس لجنه الثقافه والسياحه والاثار والاعلام بمجلس الشيوخ اهلا وسهلا بحضرتك سياده النائب انا وسهلاً آه شايفاك مبتسم ومبسوط من ساعة ما دخلت وحاسه يعني كلنا المصريين فخورين ومبسوطين آه. قوي بس اكيد ملاحظاتك ومن الزاويه الخاصه بيك هتبقى رؤيتك اوضح واشمل لتفاصيل آه. المشهد. يعني طبعا المشهد آه انا من وجهه نظري مشهد آه رائع آه والروعه فيه زي ما بتقولي ان في آه عمر جديد او جيل جديد بيدخل العمليه الانتخابيه وبيضيف ليها م. ف فده كويس احنا كنا زمان بنشوف الناس الكبار بس اللي بيروحوا للجان الانتخابيه دلوقتي لا بنشوف الناس الكبار والسيدات وال... وال والشباب وده التحول اللي حصل الفتره اللي فاتت ان الناس حست ان البلد بلدهم وان اي قرار هما بيقولوه بيأثروا فيه فلما تقاعسوا ايام الاخوان ومرحوش وعزفوا فالاخوان سرقوا البلد او خطفوها فبالتالي دلوقتي هم عندهم وعي للدرجة وادراك ان اي تخلي او اي تخاذل عن يعني ان الناس تروح تؤدي صوتها وتشارك وبتاع ممكن ما ما يبقاش حاجه كويسه للبلد ودي فرصه للاجيال الجديده احنا دخل كشوف القيد الانتخابي من 2018 من انتخابات 2018 لحد النهارده حوالي 4 مليون مم. ففرصه لهؤلاء ان هم يروحوا وي... وينتخبوا ويمارسوا ويشوفوا ويفرزوا مين المرشح اللي عنده برنامجه ايه؟ مين المرشح اللي ممكن يحل ايه؟ مين المرشح يعني, يعني دي فرصه ان هم يتفاعلوا ويتفاعلوا كمان مع الاجيال القديمه ويسالوا ويستفسروا لان ال... انت عارفه التاريخ متصل ولازم الناس تعرف التاريخ وتعرف الحاضر كمان صحيح. حالة من التطور والإدراك في الوعي السياسي المصري بشكل عام، ويمكن إحنا كنا زمان في أزمنة بعيدة بنسمع محاولات تشكيك في الوعي المصري أو في النضج السياسي المصري، الناس اللي كانت بتقول يعني زورا وبهتانا إحنا في سنة أولى سياسة، لأ ده إحنا ما بنش في سنة أولى. في حالة من النضج حصلت أولاً نتيجة التجربة، تعرضنا لتجارب كتير. تاني حاجة يعني أكاد ألمح إنه في علاقة طردية ما بين إرتفاع وتيرة الأزمات على مستوى العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص أعتقد معاها ارتفاع وتأهب في الوعي الجمعي المصري في محاولة أن احنا كل واحد يعمل اللي عليه في اللحظة الحرجة دي أنا مع حضرتك في التحليل ده جدا ورأيي أن غزة أثرت كتير على قضية غزة أثرت كتير على انتخابات الرئاسية المصرية قضية غزة خلت الناس أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر قلقا مما يحدث اللي بيحدث ده احنا مش بنقول على بعد مئات الكيلومترات مثلا زي روسيا وأوكرانيا لا احنا مم. بيحصل جنبنا على طول دول. واحنا على التماس واحنا كمان مش مش على التماس بس مش مجرد جيره لا احنا متداخلين في القضيه ومساندين ومناصرين للفلسطينيين ويهمنا ان القضيه الفلسطينيه توصل الى حل عادل وشامل فبالتالي ده كله بيأثر على الناس وبيخلي الناس اكثر وعيا واكثر ادراكا كمان لنعمه الامن والاستقرار والامان اللي هي كانت موجوده قبل غزه بس ممكن الناس يعني كانت تناستها شويه. فده بيخلي الناس عندها احساس ان هي تنزل وتشارك وخاصه ان ال الموقف الرسمي المصري مع ال الرسمي م مع الموقف الشعبي في قضيه غزه او قضية فلسطينية كده يكون متطابق. فبالتالي كانت فرصه حتى رغم كل محاولات الاخوان وغيرهم ان هم يعملوا يعني وقيعه او يعملوا ابتزاز لمصر. في هذه القضيه لا لكن قرارات مصر من اليوم الاول مصر كانت واضحه مصر رفضت تدخل الاجانب الا بدخول المساعدات خرج الاجانب من من معبر رفح الا بدخول المساعدات مصر رفضت مقابله الرئيس الامريكي بعد مستشفى المعمداني هي والاردن وفلسطين يعني يعني مصر مصره ومصممه على مصر عملت مؤتمر السلام مؤتمر القاهره للسلام شاركت وقابلت وقدرت ان هي توصل ما يحدث في فلسطين للعالم واعتقد وجهه نظر العالم اتغيرت شويه نوعا ما عن الاسبوع الاول في القضيه لان كان للاسف اسرائيل كانت يعني اشاعت او زعمت امور كثيره غير صحيحه فالدور المصري والتطابق المصري حتى لما الناس نزلت ضد التهجير والمقولات المصريه او الموقف المصري ضد التهجير اللي كان واضح وصريح وحاد مش هنقبل وده خط احمر بالنسبه لنا والرئيس ما استخدمش خط احمر دي غير في قضايا الامن الوطني، الامن القومي سواء في ليبيا او في فلسطين في تصفيه القضيه. فدي في دي دي امور كلها تخلي الناس اكثر يعني زي ما هي قلقانه لكن كمان اكثر حرصا واكثر وعيا ان احنا مش في ظروف عاديه، احنا مش في منطقه عاديه. إحنا لما كنا بنقول زمان للناس لو حضرتك تفتكري وحضرتك من الناس كنت إيه بصوا على سوريا بصوا على ليبيا بصوا كان الناس تقولي ما فيش إلى سوريا أو ليبيا ما تشوفوا لنا حاجة تانية كانوا بيسخروا آه. من الجملة النهارده عرفوا معناها النهارده لما شافوا إنه كثير من الدول لن أسميها لا تملك رفاهية إجراء أي نوع من أنواع الانتخابات آه. أو آه. أي استحقاق سياسي ب... أياً مكان كان احنا دلوقتي احنا دلوقتي كمان الحدود بتاعتنا ملتهبة من كل الأطراف يعني السودان ومن الجنوب الغرب ليبيا نفس القصه المشاكل في المتوسط وادي يمين كمان ناحيه فلسطين رجعت الامور تشتعل بشكل كبير فاحنا في بلد لما كنا نقول ان مصر عليها مؤامره برضه ناس تسخر وبتاع لا اللي ما كانش مستوعب الفتره اللي فاتت مصر عليها مؤامره هم شافوا ولي... بعينهم اه كنت دايما اقول لهم يعني لا اما ساذج لا اما متآمر يعني, ما يعني. او مغيب نتيجه آه سازج شيء او اخر ساذج لكن كل اللي بيحصل ده ما ينفعش نقول ان ان مصر يعني يعني منفصله لا يعني ما انت لما لما يجيلك كل المشاكل دي على الحدود م. لما كل ما تيجي تتدخل في ليبيا لصالح ليبيا ولصالح الموقف اللي بتلاقي 100 طرف تاني تدخل في غير صالح ليبيا. نفس القصه في السودان لا يعني في حاجه يعني يعني لاول مره ممكن في التاريخ الحديث ان تبقى الحدود المصريه أربعة ملتهبه بهذه الدرجه. واعتقد دكتور محمود انه ده متعمد ارتفاع وتيره الضغوط على الحدود المصريه. اللي هي سياسي... الخريطه نفسها الجيوسياسيه في المنطقه في ضغوط عليها م. بالاضافه لضغوط اقتصاديه ضغوط سياسيه بالتزامن مع تحقيقنا لخطوات في اتجاه التنميه ثوره التنميه المصريه انجازات تقدمنا نحو استحقاق دستوري مهم في حاله من التزامن حصلت لكن اللي تفاجئ بيه الجانب الاخر او اهل الشر خلينا نسميهم انه مصر ما زالت بتملك اوراق ضغط تقدر بيها ان هي ترفض اي محاولات ضغط، ترفض بيها اي انتهاك سواء للقانون المصري او للحدود المصريه او للسياده المصريه بأكلش باي شكل من الاشكال. معك حق طبعا وده واضح جدا هم الناس اعتقدوا ان الظروف الاقتصاديه او الاوضاع الاقتصاديه المصريه الصعبه الفتره دي يمكن ان تكون منفذ لتحقيق مطامع قديمه قد تجاوب معها الاخوان ولكن الناس مش قادره او مش مش عارف ايه مش قادرين يدركوا ان احنا مع قائد عسكري كان يشغل مدير المخابرات الحربيه فبالتالي موضوع سينا ده بالنسبه له آه موضوع قوي جدا ويدركه تماما ويدرك ابعاده تماما كل اه طبعاً. والناس لو تحلل كويس هتلاقي ان الرئيس السيسي وهو وزير دفاع تقريبا الناس الوحيدين اللي قابلهم هو وزير دفاع له العباية كانوا مشايخ سينا لإدراكه يعني أهمية هذا المكان ولإدراكه أهمية أن يكون أهل سينا هم نسيج من الشعب المصري ولا يجب ولا يحق ولا ينجح أحد في الفصل بينهم وبين الشعب المصري الأمر الثاني الرئيس عمله من وجهة نظري وكان برضه آه آه وهو وزير دفاع طلع قرارات بمنع ملكيه الاجانب في سيناء وهو وزير دفاع فهذا هذا الرجل الذي لم يكن يشغل المنصب الاول في البلاد ساعتها لكن يشغل المنصب الاقرب للمصريين ومنصب وزير الدفاع فاتخذ هذه القرارات في وهو رئيس جمهوريه الامر اللي بعد كده لما جه وهو رئيس جمهوريه من ضمن القرارات اللي خدها والناس برضه احتكت عليها لما قال ان آه هدم الانفاق والحاجه الثانيه هدم العمارات على الحدود ورجع وعمل منطقه عزله حوالي خمسة كيلو وبوابه لو 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 الوضع ده دلوقتي مستمر كده هيبقى مشكله لان آه وارد ان في كل وقت الحدود يعني متلاصقه تماما فوارد في كل وقت يطلع يجي صاروخ تيجي قنبله تيجي طياره مسيره بتاع تعمل لنا مشكلة ف... ف... فساعتها حتى الناس هجموه واعتبروا ان ده تهجير هو ما كانش تهجير هو انت بتدي الناس مساكن بديلة من اجل مصلحة عامة <applause> اللي هو بتاع بالاضافة ان انت بت... بت... بتخلص الانفاق وللبعض رجع يفتح فيها تاني دلوقتي لما كانت الانفاق موجودة كانت الناس بتزعل يا <applause> سيدي هتزعل من ايه والانفاق موجودة يعني الانفاق كانت موجودة آه فلو الانفاق دلوقتي موجودة وحد معدي وارد بقى جدا يحصل ضربة هندخل حرب في 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 والانفاق ما حدش يزعل برضه يعني جالنا منها حاجات في فتره مش ما كانتش حاجات كويسه لكن ده مش وقته فالمهم يعني اللي, اللي نطلع بيه ان هذا الرجل يملك رؤيه واضحه ومعلومات قويه وعنده قرار في موضوع سينا فازاي يعني البعض يجي خياله انه ممكن يتنازل عن جزء من سينا والرئيس قال اكتر من مره ان ده خط احمر وان احنا مش هنسمح كمان حتى بتصفيه القضيه بعيدا حتى عن مصر يعني لو قالوا يتهجروا في مكان تاني لا برضه لان يعني ده معناه لو 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 ما فيش شعب وما فيش دوله لفلسطين فلسطين شعب وما ارض مش هيبقى في دوله صحيح. يعني احنا نقعد خلي بالك مثلا من ضمن الحاجات اللي حصلت ان الرئيس السيسي خلال السنوات الماضيه وكانت القضيه الفلسطينيه هاديه تماما يعني م. تكاد تكون ما كانتش مطروحه دوليا في كل خطاباته في الامم المتحده يتحدث عن حل الدولتين يتحدث عن الحل ضرورة الحل الشامل والعادل وهو اللي أخر الحل مش مش احنا دايما مصر بترتكز على ان تأخير الحلول السلميه هو الذي أدى الى ما نحن فيه الآن تجاهل مطالب الفلسطينيين هو ما أدى الى ما نحن فيه الآن اللي اللي بيحاول بقى يدخلها في سكه ثانيه او الاسرائيليين بيحاولوا يدخلوها في سكه ثانيه دي قصة مختلفة وعدم اتفاق أقطاب التفاوض في الجانب الفلسطيني كمان آه كان طبعا الصراع كان الفلسطيني الفلسطيني يعني طبعا شقة مشكلة في طبعا يعني طبعا طبعا يعني طبعا بعد ما كنت مثلا مصر كانت بتقوم طول الوقت بدور في حل المشاكل بين الفلسطينيين والاسرائيليين بقت بتقوم بدور في حل المشاكل واستدعيتهم من اربع خمس سنين ومصر استطاعت ان هي تجمع الفصائل الفلسطينيه المختلفه في مصر وتعمل مؤتمر واثنين وثلاثة واجتماعات للتوافق ما بينهم وبالتالي شفنا طبعا على مدى السنوات اللي فاتت محاولات استدراج مصر أو جر مصر لشكل من أشكال الصراع سواء كان صراع عسكري أو صراع إعلامي من خلال حروب إعلامية شرسة من خلال كافة وسائل الإعلام مسموع ومقروء ومرئي وإلكتروني كمان معارك سياسية معارك اقتصادية ضغوط على الجانب الآخر كان الرد المصري في منتهى الاتزان الحكمة الهدوء آه والرد على الارض كان دايما بافعال ليس اقوال وذا وده كان سلوك الحقيقه او اداء من الاداره المصريه خلينا نقول بشكل عام آه موفق جدا واعتقد ان هو ده ما ادى الى المشهد اللي احنا وصلنا له النهارده ويمكن انتصف اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسيه حالا واحنا بنتكلم مشهد عظيم جدا وبيدل على تحضر الشعب المصري ووعيه يعني انا لسه آري تقرير في جريده اجنبيه امبارح متهالي فاحد المصريين بيتكلم على بشكل واضح بيقول لهم احنا نازلين ندي السيسي لاننا نشعر معه بالامان يعني نثق فيه ونشعر معه بالامان وكان الرئيس كان يمكن ان يجعل موضوع الارهاب حجه او مبرر خلال السنوات الماضيه لأنه هو مجهود جبار برضه يعني ان الناس اللي كانت بتتكلم زمان برضه تقول لك وليه المعدات العسكريه الكبيره وليه كل حاجه جت لها وقتها وكل حاجه بس احنا يبدو ان احنا مكتوب علينا ان احنا ندركها بعد وقت لو تفتكر حضرتك لما جت الرافال والاسترال والحاجات دي كلها كانت الناس تقول وليه التكاليف وليه البتاع القوي بيقدر يفرض ارادته، لو انت مش قوي ما بتقدرش تفرض ارادتك. القوي الناس بتخشاه، القوة هي اللي بتحمي السلام، مش مم. مش أي حاجة تانية، لو احنا ضعفاء كان هيبقى الموقف مختلف. فالرئيس مدرك لده والناس بتثق فيه، وأعتقد زي ما بقول لحضرتك الناس بتشعر بالأمان، وده منعكس على الانتخابات، لأنه إذا كان يمكن أن يرتكن لقضية الإرهاب، لكنه صار في مشروع تنموي كبير كبير جدا في تقريبا في كل المجالات طالتها يد التنميه، كل المحافظات طالتها يد التنميه، في امور انجزت، في امور لسه عايزه تنجز، في طموحات اخرى، في حاجات بتتراجع المهم ان يكتمل هذا المشروع. معانا على الهاتف لسه طيب. الحقيقه من الملاحظات في المشهد الانتخابي آه في ملاحظات كتير بس ابرزها بالنسبه لي وهو المشهد الاقوى او اللي احنا مراهنين عليه دايما الشباب وخصوصا ان الشباب حصل ليهم عمليه تمكين وتاهيل ومشاركه حقيقيه وادماجهم في العمليه السياسيه آه على مدار السنوات اللي فاتت وده اللي اهلهم للحظه اللي احنا موجودين فيها بنشوف آه شغل عظيم الحقيقه من قبل تنسيقات شباب الاحزاب الشباب اللي موجودين في مؤسسات الدوله باختلافها اللي بيؤدوا عملهم بوطنيه شديده بحب شديد وبتمكن حقيقي النهارده الشباب وضعهم في المجتمع المصري كجزء اصيل من النسيج المصري اصبح مهم واصبح فعال وهو ده اللي هنرتكز عليه في السنوات القادمه اللي هي مستقبل مصر شايف ده ازاي يعني خلينا نقول إن إن كان في مبادرة مصرية لهذه الدولة لهذا النظام باحتواء الشباب عكس ما كان لو تفتكري في 2014 أول ما نجح الرئيس السيسي كان بعض الناس المقولات كانت دايماً تتردد أصل الشباب بعيد عنه الشباب مش معاه الشباب بعيد عنه الشباب مش معاه اللي حصل إن حصل مبادرة رئاسية قوية بمؤتمرات الشباب البرنامج الرئاسي للشباب تنسيقيه شباب الأعزاب دي كلها الاكاديميه الوطنيه للتدريب للشباب طبعا. كل كل هذه المشروعات آه نجحت بشكل كبير في افراز نخبه جديده في افراز آه غير النخبه الجديده قدرت أنها تفرز كوادر جديده حضرتك يعني ما شاء الله دلوقتي هم في في كل مكان آه والاهم ان هم ما اشتغلوش عشوائي اشتغلوا بالتدريب يعني ما فيش حد وشفنا دلوقتي ناس فيهم في نواب وزراء ونواب محافظين يعني حاجة فاخرة قوي فده اللي عجبني لما ضخوا عدد كبير من النواب المحافظين دربوهم الأول قبل ما ي... قبل ما, ي... ما يدخلوا ده عكس مثلا التجربة اللي حصلت في من فترة لما جابوا عدد من المحافظين الشباب لكن ما كانش متدربين فما ما استمروش كتير لكن دي تم تدريبهم تم ادخالهم في المجال السياسي تم مثلا بتوع التنسيق على الارض في المعارك الانتخابيه وفي المعارك ومن مختلف الاحزاب بتوع البرنامج الرئاسي طول الوقت في تدريبات وفي مؤتمرات الشباب زي ما بنشوفها وبنشوف بقى كل شباب يطلع لنا كوادر يعني طبعا انا بس هستاذن حضرتك لحظات عشان معانا تليفون مهم جدا الحقيقه سياده المستشار حازم بدوي رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات مساء الخير سياده المستشار مساء الخير يا اهلا وسهلا <applause> بحضرتك الدكتور محمود وسلم الله يخليك وسهلا بحضرتك احنا بنحيي حضراتكم ونثمن مجهوداتهم مجهوداتكم وبنحيي انفسنا كشعب مصري النهارده في هذا العرس الديمقراطي العظيم استحقاق دستوري الاهم هو في تاريخ مصر من وجهه نظر حضرتك يعني ازاي شهدت شاهد شهدت اللجنه اقبال الناخبين واحنا النهارده في منتصف اليوم الثاني والله المشاهد الرائعه والمشرفه اللي احنا شايفينها امام وداخل مراكز الاقتراع واللجان الفرعيه وطبعا الصوره ابلغ واصدق من اي كلام اقبال كثيف وغير مسبوق من الناخبين فاق كل التوقعات اه لدرجه ان الهيئه تاثيرا طبعا على الناخبين وتيسير عمليه الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الاقبال الكبير من المواطنين طبعا دفعنا بال بالامس بالعديد من الساده القضاه والموظفين للجان عديده داخل القاهره والمحافظات والاقبال ما زال حتى حتى اليوم يعني حتى في اليوم التالي شهد اقبال كثيف في صباح اليوم و... وما زال الاقبال موجود وطبعا الصوره قدامكم وزي ما بقول دايما الصوره ابلغ من اي كلام صحيح الصوره بتتكلم انا محتاجه اعرف من حضرتك سياده المستشار بعض الارقام لانه الارقام كمان بتتكلم وبتقول يعني عدد اللجان عدد سادة القضاه المشاركين توقعات حضرتك ايه يعني ازاي اتعاملت اللجنه مع هذه الحشود والطوابير والاقبال الكثيف اللي هو فاق كل توقعات الحقيقه لحد اللحظه دي طبعا اللجان العامه عددها احنا كنا اعلنا 376 لجنه اللجان الفرعيه ألف 11631 طبعا دي الارقام اللي ممكن تتقال اما بقى النسب والمشاركه طبعا طبعا يعني لا يا فندم احنا مش بنسال عن النسب احنا عارفين ومذاكرين القواعد اللي حضراتكم وضعتوها من البدايه اه يعني توقعات حضرتك ايه اه في اللي جاي وماذا لو زادت الكثافات عن كده الانتخابات الرئاسيه فاقت اي استحقاقات انتخابيه سابقه سواء في سواء اليوم الاول او اليوم الثاني ويمكن يوافقني على الكلام ده الدكتور محمود هو طبعا كان متابع كده <applause> التحقيقات السابقه وما زالت ولسه عندنا يوم ثالث بس انا اتوقع يعني لسه بمشاركه عاليه عن اي استحقاقات سابقه قبل كده ان شاء الله يا فندم اشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار حازم بدوي رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات شكرا لحضرتك وتعقيب حضرتك ايه دكتور محمود لا أول طبعا يعني بنحيي المستشار حازم والساده القضاة كلهم الهيئه الوطنيه عاملين مجهود كبير في هذا الـ الـ هذه الانتخابات اللي بدات من امبارح ويعني واحنا يعني واحنا يعني شغالين في الاعلام وبنروع بيوتنا بالليل بس برضه تعبانين فما بقى هم اللي في محافظات واللي في اماكن وبيكملوا شغل اكيد بعد تسعة مساء فربنا يعينهم ويقويهم طبعا الكلام اللي قاله المستشار حازم فعلا المؤشرات والبوادر والامور بتبان والصوره هي ابلغ دليل لا في اقبال وفي تواجد وفي فئات جديده بتروح الانتخابات وفي وحاسين بده بشكل كبير مش في الكرة بس كان زمان الكرة بس هي المتحكمه والمدن بتبقى قل شويه لكن اللي انا شايفه المشاهد اللي انا شايفها في الكرة وفي المدن وفي الصعيد وفي الدلتا وفي المحافظات حتى الساحليه اسكندريه مرسى مطروح بورسعيد يعني يعني اسماعيليه كل كل المحافظات في مشاركه وفي تصويت عالي وده طبعا هينعكس في النهايه في ارقام هتعلنها لجنه الانتخابات وانا مع ان الارقام يعني ستكون كويسه بالنسبه للانتخابات الرئاسيه يمكن كان ليا ملاحظه دكتور محمود انه المحافظات الحدوديه وعلى غير السنوات اللي فاتت دايما كانوا موجودين ودايما كانوا بيشاركوا بس الكتفات اعلى النهارده في المحافظات الحدوديه واعتقد ان ده برضو يتسق مع احساسهم انه في خطر على الحدود المصريه من كل الجوانب وان هم في حاله تاهب فشايفين ان ده دورهم وان ده واجبهم في اللحظه اللي هم فيها. آه يعني طبعا المحافظات الحدودية لانه زي ما حضرتك قلت كلهم يعني في مناطق يعني اللي في مطروح فاتح على الغرب صح. فشايف الدنيا عاملة ازاي اللي في اسوان فاتح على الجنوب شايف السودانيين بيسيبوا بلادهم وبيجوا وبي... وبيسافروا وبيهاجروا واللي في الشرق سيناء واسماعيليه والسويس وبورسعيد شايفين ايه اللي بيحصل فممكن الاحساس بيبقى اعلى شويه ده احنا لما بنيجي مثلا بنزور رفح ولا حاجه ساعات قليله يعني بن بناخد بنستنشق جزء من الوطنيه وال فتخيلي بقى اللي عايش هناك على طول فطبعا ده تفسير طبيعي ان الناس طبعا تبقى اكثر يعني ما بنقولش اكثر ولا بتاع لكن بيبقى الاحساس عالي شويه اكيد طبعا يعني دايما المحافظات الحدوديه هي خط دفاع اول وصمام الامان للدوله المصريه طبعًا. وكنا بنتكلم عن خط دفاع مهم كمان هو الشباب كنا بنكمل كلامنا على انه عمليه التمكين والتاهيل على مدار سنوات فاتت علشان نوصل للحظه دي يكون في تمام النضج والوعي والادراك لدى الشباب المصري. اه يعني حضرتك شوفي الناس اللي واقفين، الناس اللي بينظمها، شوفي حمله الرئيس نفسها م. من اول المستشار محمود فوزي العميد وسام الزميلنا عماد خليل آه، النائب احمد عبد الجواد النائب أب، كلها آه سن متقارب وكلها سن شبابي يعني مم. دي برضو آه بتعكس بتعكس آه ايمان الرئيس بالشباب ان هو يديهم فرصه ان هم يعني بيقودوا حملته الانتخابيه يعني ف فدي آه ده نتاج شغل برضه يعني عشر سنوات مع الشباب وتمكين الشباب مم. لانه آه كل دوله يعني اما دخلوا مجلس البرلمان اما اشتغلوا في الحوار الوطني والحوار الوطني الامانه كان احد اهم الحاجات اللي عملت نقله في مصر نقله سياسيه كبيره انك تجيب كل اطياف المعارضه من اقصى اليمين لاقصى اليسار عشان ي... يقعدوا ويتكلموا ويتناقشوا والاهم ان هم يتنفس توصياتهم لما ما فيش حاجه اسمها مغالبه لكن في توافق لما بيتوافقوا على حاجه بتتنفذ والرئيس يعني وافق على اكثر من مبادره من الحوار الوطني وفي حاجات تانية كمان على الاجنده البرلمانيه الفتره اللي جايه. وده كمان بيعكس يا دكتور محمود انه الشباب لما بيتبادلوا الاطروحات والرؤى وجهات النظر اكيد انه بيبقى في اختلاف شيء طبيعي، فكرة أو ثقافة تقبل اختلافي مع الآخر وإنه الاختلاف لا يؤدي للخلاف، دي ثقافة أصبحت موجودة لدى الشباب بشكل خاص ولدى المجتمع <applause> المصري بشكل عام. يعني خليني أقول لك كلمة الرئيس لما دعا للحوار الوطني لما قال الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. صحيح هو وخل... مبدأ. آه وخليني أقول لك التجربة بتاعة تنسيقية شباب الأحزاب اللي برضه فيها شباب من كل الأحزاب ومستقلين. <applause> ومع ذلك اكيد هم مختلفين واكيد في بينهم خلافات كبيره سياسيه لكن الخلافات كلها على ارضيه وطنيه فيمكن حلها والناس بتدور على ودي برضو من الحاجات الاخطاء التاريخيه عندنا احنا دايما كانت المعارضه والنظام بيدوروا على ما يختلفوا عليه الناس دلوقتي بتدور على ما يتفقوا عليه يعني يعني خلينا هنقعد ونتفق على كده عشان كده مثلا عجبني من ضمن المرشحين فريد زهران في كلمته في الحوار الوطني م. لما قال انا اخذت حاجات يعني طلبت حاجات وفي حاجات خدتها وحاجات ما خدتهاش بس انا هكمل و... وحتى في بعض الناس زعلت منه هو برضه في نفس ال... نفس الترشيح بيعمل نفس الامر والراجل نازل وعارف انه ممكن ما يبقاش عنده فرص كبيره للنجاح م. لكن نازل يعمل لحزبه آه واضح ونازل ياخد اقصى ما يمكن الحصول عليه ويبني عليه، وهي دي المعارضه، لكن م. فكره المعارضه مش هلعب ومش هن... وعازف ومقاطع ما بتجيبش نتائج دايما، وكل الناس اللي جربت المقاطعه والعزوف ما جابتش نتائج، ف... ف... فالشباب فعلا هم الوقود المعركه الانتخابيه الحاليه، هم اللي بيديروا معظم الحملات الانتخابيه، هم اللي واقفين في معظم اللجان هم كمان المصدرين الشاشات كل دول نوعيات من الشباب تم تدريبهم وتمكينهم خلال السنوات الاخيره زي ما هم كانوا وما وسيظلوا هم وقود ثوره البناء والتنميه وهذا النوع من الثورات الحقيقه نوع ايجابي جدا يمكن مصر كل ما وصلنا اليه النهارده من نتائج ايجابيه وثمار هو نتيجه تراكميه جدا للي كان بيتم على الارض على مدار الفتره اللي فاتت طب والشيء والشيء يذكر بقى طالما اتكلمنا عن الحياه السياسيه والحزبيه وانه النهارده احنا بقى عندنا رغم اختلاف الرؤى وجهات النظر بس في هدف واحد وهدف عام هو مصر وبس آه يمكن في أزمنة أخرى كان كل يغني على ليلى كان كل حد عنده هدف وكل حد عاوز يظهر أو حتى لو أخذ اللقطة وما عملش حاجة كانت هناك بعض الأحزاب والتبعيد واجب, واجب دايما يعني ما أقدرش أعمم كانت ظاهرة آه وموجودة وتنطوي على لا شيء لا يوجد محتوى لا يوجد آه شيء تقدر أن هي تقدمه ملهاش بصمات واضحة على الأرض ميدانية لكن النهاردة وشيء طبيعي أنه في اللاوعي المصري في حالة من المقارنة موجودة طول الوقت ما بين النهارده ومن سنين طويلة حصلت. لا يعني طبعا في تمكين للشباب في تمكين للشباب ده ما يعني ما حدش يقدر ينكره مش مش تمكين حتى في السياسة بس ولكن في, الاس... في الاقتصاد والمشروعات الصغيرة وال... ومشروع ابدأ و... يعني يعني م. حاجات كتيرة حصلت لل... لل... للشباب الفترة الماضية بس المهم ان هو بيتبني على الكفاءة وده عشان كده الدوله بذلت مجهود كبير في تدريب الشباب قبل اظهارهم لانه لو 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 انا يعني جبت واحد لمجرد ان انا اقول انه هو شاب وسنه كذا وكفاءته مش بعد شويه هينكشف يعني مش بعد قدرات شويه اه بعد شويه هينكشف لكن انا ادربه وادخله وادخله بالتدريج رئيس مدينه او سكرتير عام بعد كده بيخش نائب محافظ بعد كده بيخش محافظ بعد كده يخش وزير بعد كده يعني ده بي بي بتقدر تقول لان الدوله كمان بقت كلها او نسبه كبيره من اغلبيه الناس دلوقتي بقوا شباب في سن شباب يعني م. يعني فانت لازم تستوعب هذا الجيل وبعدين هذا الجيل كمان عنده افق وعنده حلول وعنده ابتكارات وعنده ثقافه مختلفه تماما على الاجيال نظرا للتكنولوجيا الكبيره والتقدم الكبير اللي حصل في ال... الاحزاب امام تحدي لازم لا اما تركز في هذا التحدي لا اما يبقى هيبقى عندهم مشكله يعني مم. احنا عندنا فوق ال حزب اه في ثلاث احزاب نازلين رئيسيين اللي هو مصر الديمقراطي والشعب الجمهوري والوفد نازلين بمرشحين ودي حاجه كويسه جدا منهم واعتقد ان ده سينعكس على ادائهم بشكل كبير في الانتخابات البرلمانيه هيديهم ثقه هيديهم آه فرصه ان هم برضو يدربوا كوادرهم لان الجزء الانتخابي والتنظيمي غير الجزء السياسي دايما يعني فكره انك يبقى عندك كادر عنده قدره على التنظيم وحجز الناس في الانتخابات وبتاع دي حاجه مش 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 مش, مش سهله ف فدول الثلاث احزاب الاحزاب الثانيه اللي مثلت في مجلسي النواب والشيوخ سواء بالانتخاب او بالقايمه او بالفردي او بالقايمه او بالتعيين وقدامهم فرصه ان هم ينزلوا الشارع بحيث ان احنا ما نجيش برضو في النهايه في سنه 25 نهايه 25 مع تجديد البرلمان تبقى هذه الأحزاب لسه برضه ما عندهاش تمثيل مناسب لأن الرئيس لما جه أعلن إن هو الرئيس السيسي لما جه أعلن موضوع ترشيحه وقبوله الترشيح وكده وإن هو هيترشح للرئاسة قال وسأسعى إلى تعميق الحياة السياسية والتعددية الحزبية فهناك فرصة لهذه الأحزاب وذاتا إن الرئيس مش منتمي لحزب وفقا للدستور اه في أحزاب كبيرة ومهمه بتدعمه زي مستقبل الوطن زي حماية وطن زي كثير من الاحزاب الاخرى لكن هو لا ينتمي لحزب مم. فبالتالي هيبقى عنده فرصه ان هو يدعم كل الاحزاب والاحزاب عندها فرصه انا من وجهه نظري فرصه كويسه جدا لان هي ت... تمارس ال... السياسه بشكل فاعل تحتك بالشارع وعندها جيل بقى جديد طالع مهتم بفلسطين ومهتم بالسياسه المفروض يشتغل عليه ويستوعبوه طيب في يعني عده قياسات كده نقدر نقيم بيها الدول بشكل عام النهارده لما نقول انه احترام المراه وتمكينها وذوي القدرات الخاصه وتمكينهم وادماجهم في المجتمع بشكل لائق يستحقوه كجزء اصيل من النسيج الوطني كبار السن كمان تمكين الشباب كل دي ادله ومؤشرات على مدى تقدم ورقي وتحضر اي دوله في العالم. وهقف شوية عند موضوع الشباب إقبال الشباب على الاستحقاقات الدستورية بنشوف أنه دليل مهم على أن احنا نسير في الطريق الصحيح في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدف واحد لكل المصريين الفترة اللي جاية الرهان على إيه؟ أنا أعتقد أن المشروع التنموي للرئيس سيستكمل الفترة القادمة <applause> الشباب سيتولوا مناصب أعلى، سيزداد عددهم بشكل كبير، واللي يهمني في اللي حضرتك قلتيه فيما يمثل الرقي وعلامات التحضر اللي هو دعم المرأة ودعم الشباب ودعم القادرون باختلاف أو متحدي الإعاقة اللي يهمني في الموضوع هو إيمان الدولة بيهم مش إن هي مجرد إن هي بتعملهم عشان تقول للخارج والله ده إحنا بندعم الشباب أو بندعم ده لا الإيمان الحقيقي بالدولة بيهم عشان كده تلاقي إن معظم الحاجات اللي بتمسهم بيتم تنفيذها سريعا جدا وبأعلى كفاءة ممكنة يعني مم. شفنا مثلا رئيس لما تبنى موضوع قدرهم باختلاف المؤتمر اللي كان بيبقى حريص عليه كل سنة اللي كانت بتنظمه المهندسة أمل المبادة كان آه المؤتمر رائع مصر كلها بتهتم ان تشوفه آه وجهة نظر إن مصر كلها في متحدة الإعاقة اتغيرت هم كمان الشباب بقى عندهم طموح ان هم يعملوا حاجات أفضل من كده ويخشوا بطولات وغير ذلك ويخشوا مجالات متعددة آه تعالي بقى للمرأة نفس القصة المرأة الدعم اللي خدته المرأة في في الفترات اللي فاتت ده دعم كبير جدا وشفنا سيدات مش مجرد ان احنا بنحط سيدات في مناصب او الدوله بتحط سيدات في مناصب لمجرد زينه تقول ان انا عندي مثلا ست وزيرات او لا بنتكلم هم. على درجه من الكفاءه موجوده م. درجه من الكفاءه بتنافس بها الرجل درجه من الكفاءه تستحقها لكن انت اديتها الفرصه آه بالنسبه للشباب نفس القصه فده ده اللي يهمني ان ان هناك ايمان آه لدى الرئيس ولدى النظام بدور المراه باهميه الشباب في هذا التوقيت لأنه سيقود البلد في المستقبل بالفئات الخاصه زي قادرون باختلاف او متحدى الاعاقه وغيرها وعشان كده بنقول باريحيه شديده احنا في عصر التنميه المستدامه العصر الذهبي للمراه المصريه احنا مش بنعمل علشان احنا بنوري للعالم او بنثبت شيء احنا لسنا ولن نكون ابدا في محل اتهام حتى يعني نحاول ان احنا ندافع عن نفسنا وصعب ان حد مستحيل حد يحطنا في في الناحيه دي لكن ساعات بلاقي انه في بعض الناس بشكل من الاشكال السلبيه الحقيقه الغريبه لم ولن استطيع اشكك في وطنيه حد بس هو يعتبر سلوكي يمكن قال لك هي جت عليا هو انا يعني صوتي اللي هيفرق طب ما النتيجه معروفه الناس دي ترد عليها تقول لهم بقول لهم يعني هي ما زي ما انت بتبص لنفسك جت عليك لما تبص للراجل جارك او اخوك او اللي راح يعني ليه هو برده ما هو لو نفس السلوك وعمل نفس سلوكك ما يبقى كده خلاص يعني ما فيش انتخابات ف فما نحملش بعض اكتر مما يجب يعني كل واحد عليه واجب وعليه وليه حق انه يروح ينتخب، يروح ينتخب يا سيدي مش عاجبك فلان انتخب فلان تاني عندك أربعة ومنهم يعني ثلاثة رؤساء أحزاب كبار وعندهم تمثيل في البرلمان كبير. <applause> آه في اختلافات في البرامج، يعني في اختلافات يعني في ناس عندها برنامج مختلفة تماما عن برنامج الرئيس الحالي. آه فمش معقولة كل دول مش 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 عاجبينك يعني. آه فروح ودي صوتك ولو و... و... انت مختلف مع حاجه وبالعكس عشان كمان يبقى صوتك ده رساله ان آه مثلا الحته دي مش مظبوطه لا ال... المكان فالناس تبدا نرتب يعني نحلل بيانات على التصويت لكن الناس مش هتحلل البيانات على الفراغ ان ان ان, 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 ان انت ما رحتش زي ان ما شاء الله اعداد كبيره راحت والهيئه الوطنيه للانتخابات عامله جهد كبير في التسهيل والتيسير في الدخول دلوقتي العمليه آه يعني الناس بقت تختار اللي جن جنب البيت ولو م. عايز تغيرها بعيده شويه <applause> يعني المصريين في الخارج مثلا عملوا جهد كبير وسافروا آه مئات الكيلومترات عشان يروحوا يصوتوا احنا هنا يعني اقصى واحد هيبقى المدرسه بعيده عنه 2 كيلو 3 كيلو يعني هناك زي زي بقول لك مثلا ممكن في ناس تلاقي 500 كيلو في امريكا انت عارفه الناس طبعاً. لان ما فيش الا مقر واحد اه م. ففي في كندا نفس القصه في السعودية برضو نفس القصه لكن ف... فالناس بس تبقى مدركه لان البلد بلدنا كلنا طب مش معنى ليه واحد طب انت من... انت قررت ان انت ما تروحش وغيرك يروح طب ليه ما لو غيرك عمل نفس القرار انت ممكن تزعل منه صحيح فخلينا و... و... والانتخابات فيها حاله من ال... من ال... من الفرح على ان مش عارف ليه بس المصريين بيتعاملوا مع الانتخابات دايما بحاله فرحه الانتخابات الرئاسيه والدستور مم. ممكن في الانتخابات البرلمانيه لان الصراعات بتبقى كتيره فممكن ما تبقاش فيها بيكون فيها بتبقى فيها كتيرة حد. آه. طبعا شيء لكن طبيعاً. الانتخابات الرئاسيه انا بعتقد ان الناس بت بتنزل اسر يعني راجل بياخد زوجته بياخد ولاده او ولاده بياخدوه بيروحوا ينتخبوا وبتاع ودلوقتي اللجان كمان ما بقتش زي زمان سيدات و ورجال المدارس كان زمان يعني المدرسه لكده كده لا دلوقتي م. العمليه بسيطه التنظيم سهل العمليه بتاخدش وقت من دقيقه لدقيقه ونص آه يمكن ده المتوسط اللي انا سمعته اه يعني العمليه بتاخدش وقت حتى لو وقفت طابور نص ساعه ما احنا لما كسلنا نقف طابور في 2012 آه آه الاخوان جم لان هم اقليه منظمه قدرت تسيطر على اغلبيه كبيره آه كسلانه او مش منظمه فهم لان اللي مرسي نجح في المره الاولانيه بخمسه مليون اللي هو م. دخل بيها الاعاده فالخمسه مليون دي قوه الاخوان بالمتعاطفين بال... بكله الخمسه مليون من اجمالي كان بقى يا دكتور اه لكن في الاعاده خد 13 مليون لان الناس ما راحتش يعني الناس ما راحتش اللي راح الساحل ساعتها واللي راح بتاع مش عارفة. فهو قدر ان هو يكسب. هو تنصل من المشهد هو محاوله للسلبيه طبعا للانسحاب كان وقتها وادي نتيجه عشان كده بنقول ان الانسان هو نتيجة لاختياراته وقراراته كذلك الشعوب أحوالها وواقعها النهاردة هو نتيجة تراكمية جدا لاختياراتها وقراراتها امبارح وبالتالي الخطوة اللي هنعملها النهاردة هي اللي هتقول لنا أحوالنا وواقعنا بكرة ومستقبل ولا لا وانت كمان محتاج تعلم جيل جديد تعلمه يعني ايه تقول له ان, ان فلان الرئيس السيسي نازل معاه برنامجه كذا وعمل كذا وفي مشاكل كذا وبتاع فريد زهران نازل معاه برنامج مختلف تماما وشايف ان السلبات كذا وشايف انه يقدر يغير كذا عبسنا دي امامه ده حزب الوفد بعركته بليبراليته وأفكاره كذا حزم عمر بحزب الشعب الجمهوري اللي عنده أكثر من 56 نائب في البرلمان وعنده قوادر كتير و يعني أفكاره كذا وبرنامجه الاقتصادي كذا فالناس حتى تفهم ومداركها توسع في هذا الأمر لأن البلد مش يعني مش هينفع يبنيها تاني أقلية يعني لازم صحيح. الأغلبية هي اللي تشارك في بناء وده جزء من البناء والتربية والتوعية لولادنا أنا النهاردة لما أطفالي يشوفوا أن أنا ست سلبية وبقوله يعني هي جت عليا وأنا صوتي لا يفرق هو هيجبر على أن أنت مالكش قيمه في البلد مش هو صوتك اللي هيغير حضرتك يبقى انسان سلبي عادي ومطرح ما ترسي لها زي ما بيقولوا وانما لما يحس ان صوته هيفرق وان انا ليا قيمه وليا وضع وبالتالي لما اجي انتقد اي وضع بعد كده هكون شايف أنه لا من حقي ان انا انتقد لاني املك ادوات لانتقاد النقد مش من اجل النقد النقد البناء لكن صح. النهارده السلبيه لا محل لها من الاعراب الحقيقه في وقت الامور فيه بتسير اسرع مما نتخيل. يعني رايي ان السلبيه دائما تاتي بالاسوأ وان كل محاولات العزوف والمقاطعه فشلت ما كانش ما جابتش نتائج كويسه و... والناس لازم تنزل وجزء من النزول يعني انا لو شايف حد كويس منزل اقول له انت كويس هو انا ليه طول الوقت انا عمال اطلب منه اطلب منه ووقت ما انا شايفه كويس مكسل انزل اقول له انت كويس لو شايف حد كويس وفي شويه حاجات بسيطه مش مش بنزل اقول له انت كويس والله وانا نفسي كمان تعمل فيه كذا آه وخاصة إن العلاقة بين الرؤساء والشعب ما بقتش بقى زي قديمه يعني العلاقة بقت قريبة يعني ما بقتش آه آه زي قديمه فأنا رأيي إن الناس محتاجة تنزل اللي ما نزلش ينزل ونص ساعة ولا ساعة ولا حتى ساعتين بأقصى تقدير يعني لو بالطرق ولا حاجة مش مش هتضيع وقت حد يعني في النهاية احنا يعني بالعكس احنا بنشوف سيدات ما شاء الله مم. سنهم كبير وبيروحوا وبيعملوا شفنا كذا حد ماشي على كرسي متحرك ورايح لا يعني لنا نماذج المصريين عشان كده دايما نقول ان المصريين شعب مختلف شعب اه, آه, آه عندنا ظروف اقتصاديه صعبه بس آه عندنا كرامه وعندنا شموخ مم. وعندنا اصاله وعندنا جدعنه كل ده موجود و واكتر حاجه عجباني في الصور النهارده هو التنوع زي ما بقول لك حضرتك اي صوره في قريه هتلاقي الكثافه زيها زي المدينه زيها زي الساحل زيها زي الجنوب وعي زي عام. الشمال اه واعي آه يا جماعه المصريين آه. متفقين واحنا واحنا بنمشي بالجمعيه يعني زي ما آه. بقول لك كده مثلا انا فاكر ايام الرئيس لما دعا لتفويض وهو ما كانش حاجه رسميه ولا ولا يعني لا يعكس اي شيء رسمي لك تدوني تفويض اه وامر ان انا اواجه ارهاب محتمل. محتمل بص كان شايف لحد فين اه وبص الالفاظ انا وصوت آه، اللي انت حافظه الالفاظ آه دي حاجات بتتحفظ طبعا آه طبعا ف... ف... لكن لما شاف كان في رمضان لو تفتكري والناس نزلت فطرت في ال... في الشوارع أيه. مع بعض وجمعوا بعض و... و... وفطروا كان تحدي كبير جدا المصريين بتوع التحدي يا دكتور محمود آه. عشان كده نبص نلاقي بس احنا عايزين ننقل المصريين من فكره ان هو التحدي وقت الخطر للتحدي وقت اللي مش خطر لا يعني هو طول الوقت احنا اكاد المح انه اصبح اسلوب حياه عند المصريين اكاد المح ده من 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 الاداء العام ولما شفت المصريين في الخارج وخصوصا في دول درجه حرارتها تحت الصفر بشويه كتير ونازلين آه النهارده زي ما حضرتك تفضلت يعني ذوي الاحتياجات الخاصه ونازلين بالكراسي مم. وكمان آه حبايبي المكفوفين اللي نازلين بالبصيره اللي شايفين مصر بقلوبهم مش بعيونهم نازلين وعشان كده ده أخذ في الاعتبار صح. وتم صح. تقديره من قبل الهيئة العليا للانتخابات أنه عملت التصويت بطريقة براي يعني كل مواطن مصري أي مكان الظرف اللي هو فيه أي مكان قدراته أي مكان مكانه معمول حسابه فزي ما الدولة عاملة حسابك اعمل حساب للحظة واعمل حساب للمستقبل ولولادك وللي جاي صح باعتبار حضرتك سياده نائب ليك تاريخ طويل في الاعلام بكل فروعه مسموع ومقروء ومرئي والكتروني ونعلم جيدا انه ركن اصيل النهارده او اداه مهمه من ادوات الحرب في العالم هو الاعلام طبعا. ذراع آه مهم جدا استخدم ضد مصر في محاوله لاستدراج او جر لمعارك في محاوله لانهاك في محاوله لادعاء والتلفيق اكاذيب او اجتزاء بعض المشاهد او ما الى ذلك. آه الاداء الاعلامي المصري مهم جدا وواضح جدا وشفاف جدا على كل المستويات. متابعته ورصده للصوره زي ما حضراتكم شايفين وبتتابعوا معانا من خلال تغطيتنا وتغطيه باقي القنوات والاداء المشرف الحقيقه للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. رد الاعلام المصري ازاي على الاعلام المشكك؟ الاعلام زي ما انت شايفه الكاميرات في كل مكان الصوره لا تكذب وزمان قالوا لنا الصوره بألف كلمه ف... ورد الناس الناس موجوده والناس مؤثره والاصوات موجوده واعتقد ان حتى الاعلام الاجنبي امبارح وفقا للبيان بتاع الاستاذ ضياء دي داوود ما فيهوش يعني ما رصدوش اخطاء ممكن يرصدوا تجاوزات ممكن يرصدوا بعض الأخطاء البسيطة لكن مفيش أخطاء ممنهجة مفيش مفيش حاجة يعني 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 أقصد مفيش حاجة تؤثر في ال 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 أنت ديار رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيه آه ف فمفيش حاجة تأثر فيه فبعض الإعلام بقى اللي هو مصر أن هو يتصيد لمصر أو يجيب حالة ويتكلم عنها ويعتبرها أن هي الحالة العامة ده خلاص احنا تعودنا على كده يعني ما احنا شفنا من 2011 و2013 وبعدها الناس بتكتب علينا ايه وبتقول ايه وكتبوا على ثوره 30 يونيو ايه, ايه، لكن اراده الشعب كانت اقوى من كل هذا الاعلام. لو بنتكلم عن المتحده، المتحده من اول يوم قالت ان هي على مسافه مستويه من كل المرشحين، كل المرشحين ظهروا في كل قنوات وكل مواقع المتحده، بياناتهم بتتنشر كل يوم غرفه العمليات، المتابعه زي ما حضرتك شايفه آه المتابعه لتحركاتهم حتى وجولاتهم آه المتحده كمان وفرت لهم 100 دقيقه اعلان آه مجاني آه في كل ده اتعمل آه آه يعني بيدل ان هناك روح جديده انا رايي ان هناك روح سياسيه جديده آه نشأت بعد الحوار الوطني وبعد بداية الحوار الوطني وبتستكمل في الانتخابات الرئاسية ونتمنى أن هي تستكمل في الفترة القادمة وكذلك طبعا الشكر الموصول لباقي هيئات ومؤسسات الدولة المصرية اللي هي بتقف على مسافة واحدة بمنتهى الحيادية من الجميع مع تنسيق كل التسهيلات وإحنا احنا, احنا عايزين نعمق الثقافة دي ان الناس كلها تبقى على مسافة واحدة وان الجهاز التنفيذي يبقى على مسافة واحدة وان العملية الانتخابية ملهاش ملهاش يعني 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 لما بنيجي انتخابات ما بيبقاش في حاجة اسمها نظام نظام سياسي بيبقى فيه حاجه اسمها انتخابات يبقى الكل على الحياد <applause> يعني ما نستغلش حاجه تكون تبع الحكومه او تبقى مرشح بدون مرشح لا يعني عمليه واللي مبسوط بقى ان الشعب بقى عارف الكلام ده يعني بعد عده ممارسات السنوات القليله اللي فاتت الشعب عارف ايه المخالفه وايه اللي مش مخالفه لا ده المفروض يطلع هنا لا ده المفروض يطلع هنا <applause> اه في ممكن يبقى حصل شويه يعني اخطاء بسيطه بتاع حد حط صوره في لجنه المفروض ما يحطهاش بتاع يعني دي حاجات لان برضو احنا عدد اللجان كبير لكن ما فيش اخطاء ممنهجه ما فيش حاجه مقصوده بشكل ممنهجه تمت او ما فيش حتى المنظمات الحقوقيه ما رصدتش حاجه حتى الآن بالشكل اللي انا بقوله ده. فأصبحت الديمقراطيه اسلوب حياه وممارسه وسلوك عام لدى المصريين. هي هي الديمقراطيه ايه غير ان هي ممارسه، ما اللي فاكر ان الديمقراطيه في الكتب الديمقراطيه ما بتبقى في الكتب ما كانتش تنفذ على الارض ومش هتنفذ على الارض الا بالممارسه، ان مم. احنا نروح ونغلط وبتاع ما في انا بقابل ناس كتير يقول لك احنا ادينا الاخوان بس ندمنا، يعني مم. ما هو انا أعمل بلد دفعت ثمن غالي على ندمهم ده. بس في النهايه هم مارسوا وتعلموا وعرفوا ودخلوا والتانيين بقى شافوهم برضو تعلموا مش هنقعد بقى كل شويه نجرب يعني م. ما يعني البلد ما تحتملش تجارب اخرى يعني اكيد طبعا ما عندناش الرفاهيه دي خالص <applause> لا احنا ولا غيرنا الحقيقه ولا طيب باعتبارنا اتكلمنا عن غيرنا فبنقول انه الازمه الاقتصاديه العالميه والمتغيرات السياسيه العنيفه في المنطقه وفي العالم بشكل عام آه والضغوط اللي بتمارس ضد مصر وبتزداد وتيرتها وخصوصا في الفتره السابقه لعمليه الانتخابات مباشره كان البعض يعتقد ان هي تؤثر بالسلب على مصر او ان هي مصر ربما تحيد عن المسار الديمقراطي او تؤجل الانتخابات او ما الى ذلك بل بالعكس اصبحت الظروف الاقتصاديه العالميه والازمات الدوليه حافز لدى المصريين وكمان انه انعكست لصالح المواطن المصري اللي بدا النهارده يقارن يقول ده في دول منعت الدعم في دول بطلت وبطلت وبطلت في حين ان الدوله المصريه مستمره في العطاء اه ده حق المواطن المصري على الدوله المصريه ولكن في ظروف صعبه زي دي ازاي بيحصل الكلام ده لا يعني هو في موجه جت كده بعد ما الدنيا اتلخبطت في غزه كتير فبعض الناس قالت لك يعني الناس اللي نزلوا ضد الرئيس السيسي اتنازلوا وخلاص و ونقفل بقى الموضوع ده ونلتفت لبتاع يعني دي, دي أفكار طبعًا ما, ما كانتش مقبولة لأن طالما الدولة قادرة على إن هي يعني تجري انتخابات وزي ما أنت شايفة كده وأكيد الرئيس اللي بيجي بانتخابات قوية بيبقى أكثر قوة من الرئيس اللي ممكن يجي لمجرد التزكية أو غير ذلك. ف... فالناس طبعا كانت يعني كسلت يعني الناس كانت احداث غزه وغداء قوي لان احنا ما زال القضيه الفلسطينيه في وجدان الشعب المصري اه احنا بسبب الصراع الفلسطيني الفلسطيني القضيه تراجعت الفتره الماضيه ما قبل 7 اكتوبر لكن لما رجعت تاني ورجعت بهذا التعنت وهذا الغشم الاسرائيلي الفاضح وال... 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 والفج فرجعت تاني في وجدان الشعب المصري ورجعت تاني في وجدان الاجيال الجديده سواء في الشعب المصري او في العالم م. فالناس كانت متاثره جدا وكانت مستغربه ازاي يعني هنقدر نطلع نعمل انتخابات في ظل هذه الظروف لكن الدوله المصريه برضو دوله قويه وعندها مؤسسات قويه وقادره يعني شوفي حضرتك مثلا اول ما حصلت احداث غزه مش أكلمك على الضغط السياسي والضغط الدبلوماسي لكن كمان اكلمك على ناحيه اقتصاديه احنا اقتصاديا ظروفنا كده ومع ذلك اكتر من 70% من المساعدات راحت لغزه مم. وده واجب علينا مش مش بنقول كده لكن بقول لك كمان ان انت مثلا عندك حاجه زي التحالف الوطن اللي لسه تم انشائه منذ سنتين او ثلاثه وعنده السرعه والبتاع ان المساعدات راحت بسرعه ووصلت وكمل ما احتجتش ان انت تعمل حاجه عندك برضو مؤسسه زي مؤسسه حياه كريمه قدرت تعمل حاجه زي كده فكل ال الكلام دوت بيدل على عندك قناة زي قناة القاهرة الإخبارية قدرت توصل صوت مصر وفي ما يخص غزة بشكل بقت دول العالم كل قنوات العالم بتنقلنا فكل دي قدرات الدولة المصرية اللي اتبنت خلال السنين اللي فاتت وقدرت تعبر وفي وقت الأزمة بتبان وبتظهر قوتها وبتظهر انتاجها بشكل كبير زي الإعلام بشكل عام الإعلام م. المصري نجح كتير في حرب غزة الإعلام المصري لسه النهارده حد بيسألني الإعلام المصري في الانتخابات الرئاسية، قلت له هسألك سؤال، الناس عرفت المرشحين منين؟ من الإعلام المصري. الناس عرفت برامج المرشحين منين؟ من الإعلام المصري. الناس حللت برامج المرشحين منين؟ من الإعلام المصري. خلاص يبقى الإعلام المصري نجح، ما كانش حد محتاج يروح حتة تانية عشان يعرف حاجة. فده أعتقد نجاح للإعلام المصري للانتخابات الرئاسية وقبلها قضية غزة. بنقول دايماً إن وحدة قياس الإعلام هو تأثيره أكم من وسائل الإعلام موجودة في العالم وراها ماكينة مالية ضخمة جدا لكن في الأول وفي الآخر ما لهاش تأثير وبالتالي هي فقدة للهوية والمصداقية والتأثير صح فكأن لم تكن صح صح هنا باعتبار حضرتك برضو تاريخ في الإعلام بكل أشكاله وأكيد إنه تقدر تقيس نبض الإعلام الدولي ورؤيته لمصر على مدار الساعات القليلة الماضية وتوقعاته للساعات المقبلة يعني خلينا نقول مثلا قريت حاجه من مترجمه طبعا من الاعلام الايطالي الصبح كان بيشيد بالانتخابات الرئاسيه المصريه لكن امبارح مثلا كان في البي بي سي عاملين حاجه مش لطيفه خالص ومش مهنيه يعني مش عشان يعني بعض الناس ما زالوا بيحكوا في قضايا قديمه خلينا نقول ان ان الاعلام الدولي ما زال اللي واخد موقف هو مصر على موقفه هو مش عايز يشوف الحقيقة اللي مش واخد موقف وعايز يبقى محايد بينزل يشوف الحقيقة اللي احنا كلنا شايفينها عبر الشاشات لكن يعني الناس برضو في أزمة غزة كشفت الإعلام الدولي وكشفت إن فيش حاجة اسمها إعلام محايد بلا هدف لا بالعكس الإعلام في أزمة غزة وقبليه في أزمة أوكرانيا الإعلام الدولي انكشف بشكل كبير وبان جداً انه عنده توجه وعنده مصالح و... وال... والحاجات اللي شفناها في غزه يعني بصراحه ت... يعني تدين الاعلام الدولي بشكل كبير لان هو سوق لروايات اسرائيليه كثيره كاذبه وفاضحه و... وطبعا بان التناقض الواضح والزواج المعايير فيما كان يتعامل فيه مع اوكرانيا وما يتعامل فيه مع فلسطين خلاف كبير للاعلام الدولي ف فكرة أن هذا الإعلام محايد أو يملك الحرية وغير مواجهة ده كلام أعتقد كل يوم بيثبت أنه هو غير صحيح أشكرك شكرا جزيلاً أنا اللي بشكرك وسعيد أنه كنت معاك النهاردة أنا كمان الحقيقة كلامك يعني مقدر جدا ومثمن ودقيق ومتوازن طول الوقت الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ شكرا جزيلا لحضرتك الله يخليك الله يخليك مشاهدينا التغطية مستمرة مع حضراتكم على شاشة سي بي سي نلتقي بعد قليل والزميل جابر الأرموطي.